نضاع ذا ريف سيمز دا غنسي دور نوطان قصورة في يعذون أخمي وذا يسبوثو ذاث السر وحران نورا غي ويقيم والو عن رايس سوى التصنيم خون باري زي سيمزداغن إقليم النظا سمارة الشرائح الاجتماعية النس وسمارة الفئات العمرية النس ريف تيفيث في ثفغ في يوذان خر مطر لبن سنة أمين وزون ومين مكسين قاعر هم ذو منوس أصلنا ذا غوا ثلاثة الحوايج كدوز قال نظا وهذا يسوالو نظا كارثة ضروري خصنا نقع عن السينما ديال النظا ثاني حاجة هو خصنا دار الشباب دار الشباب وغنغدا نهار والو الإقليم ضم قران يور الشباب وهذا يسوالو ايوا شخص غادي أنا قاعد أنا نطماط الناق أنا أنا الشباب الناق أنا ضبان الخدمات أنا اللي مليح إن شاء الله مليح يشفى نوضان خويا يقيمني وذاني سبحان الله وها إن شاء الله راني غاني راه فور بويا ثاني راه بالو من غاني نلقى رياضة وغانقش ثما ثا أنا قلنا المشاريع زي غار هانيو ذان مشناو المسرح مشناو فور بو بالون ثوفا ريف <applause> تي في بلي امز دوغن اقليم النظا عيطت الحقوق البسيطة ذي العادية يخسانا تيري ولا بد ام قاع مز داغي تعيش نديت الدم تيم ازاي سي غايض من امز دوغ النس ذي العيش الكريم وهذه زما غاضية وضع هدف النس وكم ريو سورا في النس وكيجو بريد اعذرن برا بيساف مين غانغدا نهارا مين غانغدا هذي النظار غانغرق هاوي ذي بني اي ني غانغ نهارا نهارا غانغرق هاوي ذي بني ميتي الشباب شيء سلبي انه الشباب تما تحتاج مجموعه المسائل هما ديالي يعني ديال القدوه هما ديالي ديال القدوه لجميع تما الاقل جميع المناطق اللي غنغني دي دين من بينها مثلا نحتاج على الرياضه سور على الرياضه يعني يحسن بانه ثاني دين تحتاج جن فوربو تحتاج جن فوربو خصها ديري دم زوارد هما تما الشباب يجا مهتمين سيا الرياضه وطريح نبغي عشان نبغي أواني الانتخابات يعذون إيقعد ذي سوذما جديد زير إقري من النظاء غار برلمان يستضيف التلفزيون ريف تيفي حاصريا قمضة ليكمر إخسان غنخدم المرافق أه العمومية أنخدم المرافق الاجتماعية الثقافية الاقتصادية كرشي. مجلس النيق أدعوهم جميعا حمالي كفوس كفوس ان خزام من مشروع ضام قراني الاقليمي يتخساس نيغد المشاريع كور عام سيدي اكبر مشروع خاص نبدا ديال الاقليم وما ونايت وحسابا نيزي الشباب يفهم انهم خبار سنه ودرهم <applause> من الساكنه الاقليم النظاره غسنا ذارا الامل اذا نروز ما حدا ذق نفوس قفوس وحوما غذارا روحي تندين يسني يسنني جن التهميش الحيف وخاصة حذريا يتعانى نسل البطالة يتجدث وطان دير متاهن تعاطي المخدرات